السيدات والسادة، لقد تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البعد التنموي في معالجتها، إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية. واتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين.